السلام عليكم جايز. اليوم الفطر صائم لأنه رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. حضرنا جايز وجبات للفائدين، وهون في عندنا كمان شوكولاتة، وعندنا تمر وحليب ومي وبرتقال. رح نحضرهم ونوزعهم. يلا ليتس جو. كل واحد يحطوا تمرة لبن ومي. ننزل تحت ونوزعهم على الجامع تحت البيت. ماما شيلي هذول. وهلا بنروح على الجامع. يلا.